اسم العالمين عند ربهم من خلفهم التي مكنتنا من توطين البشر 37 ألف و 398 وحدة سكنية بمختلف السياق موزعة عبر زنيد عبد القادر، سمير الشباب، واخيرا السيد ناصر بن سعد. مبروك عليكم والعاقبه للبقيه. مبروك على الجميع، إذن نأمل أن يكون هذا التسجيل. صورة حكاية موديلة تلتحق بي إلى المهنة. تحل على وطننا العزيز المفدى إشراقات الذكرى 60 لعيد الاستقلال والشباب ونسائم استرجاع السيادة الوطنية، ومن هنا فإنه فجر العزة ونسيم الحرية ينبط بأرواح الشهداء، وفجر النخوة يشرق من الجزائر لينير سلما وأمان، وفجر الالتفاف حول مسار الإنجازات والجاهزية، وأمانة المجاهدين وأمانة الشهداء والمجاهدين الأشاوس وساما لن نحيد عن صونها قط. عبارات لها دلالات وتداعيات، كيف لا، وها نحن نحتفي في هذه الأيام بالذكرى 60 لاستقلال الجزائر، هذه الذكرى الغالية على قلوب كل الجزائريات والجزائريين. نعم، هو فجر العزة والحرية بعد كفاح طويل مرير وعسير ومآسي خلفها الاستعمار الغاشم الذي قتل ونكل بالجثث وانتهك الأعراض وجرد أفعاله من كل الإنسانية وأعطى للهمجية والدمار عنوان اكتوى به الشعب، شعب أبي أبى إلا أن يتحدى كل ذلك وذاك من أجل أن تحيا الجزائر تحت راية الحرية. كيف ننساكم شهدائنا، وأنتم من صنعتم لنا مجدا، وأنتم من نكتسي بغطاء ستركم بعد ستر الله عز وجل. لله قعدنا 19 سنة وحنا في الشالي هاد، والحمد لله ربي فرج، وكل قال لك وكل عطلة فيها خير. قد ما صبرنا، قد ما ربي رزقنا بحاجة شابة وحاجة هايلة، كنا في يعني بلا ما نحكي، بس احنا رانا في الدار وما راناش مسؤولين، رانا كوشة اللي نطيبوا فيها الخبز ونتعبوا باش نبنيوها. كيفاش اليوم هذه الدولة واش راهي تتصرف واش راهي تخدم، وعندنا اليوم سيد الوالي ومدير ساكن ومدير لاديال، يعني سهروا على هذه السكنات وتعبوا على هذه السكنات ونساو ولادهم وديارهم على ذاك السكنات باش تخرجوا النتيجة الاخر. وهذه المنطقة زلزالية، يعني صرا لي ما صرا سي با فاسيل، حاجة ماشي سهلة. إنسان يفهم هذا المسؤول ولا لا؟ لا، عندك حاجة واحدة، الناس اللي ما داوش الدولة ما حقرتهم شيء، خرج لهم الفلتر وساكتين، يقول لك الفيتخ ما يبيعش، الفيتخ هو البزقه، يخرج كل حاجه. الدوله ما غلطت في حتى واحد ونشكر دولتي، ونشكر دولتي الله يخليها تاج فوق رصالنا، وما ننساش ولايتي والمسؤولين نتاع الولايه تاعي. وشكر الحمد لله على هذه النعمة اللي فرجوا علينا، البلاد تاعنا فرجت علينا بالسكن. كنا في سكن الهش اجتماعي بعد معاناة كبيرة دامت حوالي 20 سنة من المعاناة. اليوم ربي فرج علينا، كثر خير الدولة تاعنا، المسؤولين تاعنا على رأسهم رئيس البلدية أبو الدراجي، رئيس الدائرة، الأعضاء تاعهم، السيد الوالي،
رئيس الجمهورية على الرأس الدولة تاعنا هذه اللي راه قائم بالواجب تاعو في الجزائر الجديدة بمعنى كلمة، بما أنه شافوا في الطبقة الضعيفة شعور تاعنا الحمد لله عليك يا ربي، شعور لا يوصف والله، شعور لا يوصف. الدخلة كي دخلنا الأولاد تبكي، الزوجة تبكي، الناس قاع اللي استفادت قاع يتباكاو من الفرحة. كي شغل العيد هذا وين زدنا، هذا وين زدنا، الحمد لله عليك يا ربي. وتحية الجزائر، الله يرحم الشهداء، وربي إن شاء الله اللي مازالوا إن شاء الله يستفادوا من جميع. عيطونا اليوم باش يكرمونا ودينا شهادة استفادة، وش نقول لك من بعد معاناة تاع فيتال 20 سنة من العشرية السوداء. أنا واحد من ضحايا الإرهاب، كنت ساكن في حي واد الحميس حي القصديري، واليوم من فضل ربي سبحانه الحمد لله توسعت أفطر وافي الشباب، ربي يفتح على كل محتاج إن شاء الله. نشكروا رئيس بلدية حمادي بزاف بزاف، إذ كان فيها كما نقولوا قلبه رب. ونشكروا رئيس دائرة شيف دائرة تاع خميس خشنة ولي ولاية بومرداس، وربي يفتحها إن شاء الله على كل محتاج. ضمن هذا الحفل على شرف المستفيدين من مختلف صيغ السكن، وتشرفنا كذلك ب يعني حضور السيد وزير السكن والعمران والمدينة لإطلاق العملية الوطنية هنا من ولاية بومرداس. وطبعا هذا الحفل هذا هو رمزي لتمكين العائلة البومرداسية، تمكين العائلة البومرداسية من الحصول على السكن، من الحصول على السكن وتخليد الذكرى في أذهانهم. إذن 4665 وحدة وزعت بهالمناسبة، وستليها عملية أخرى. 90% من الشاليات تم القضاء عليها شاليات زلزال 2003 المعروفة بها ولاية بومرداس، كما تشرفت ولاية بومرداس كذلك بإطلاق مبادرة الشباك الوحيد الإلكتروني لرخصة البناء وأدوات التعمير. وولاية بومرداس من بين 4 ولايات النموذجية التي سوف تنطلق بها التطبيق بحول الله. لوزتي هي أقراص مطهرة ومرطبة للحلق، تساعد على تخفيف احتقان الحلق والأنف وبنكهات مختلفة، متوفر في الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زور صفحتنا على الفيسبوك